اهلا وسهلا وحلقه جديده من صناع قرار. عارفين دايما ان تجميع قطع البازل جنب بعضيها بيدينا الصوره كامله، وعشان تكون الرؤيه اوضح في النتائج واهميه انضمام مصر لتجميع البريكس، صناع القرار مكمل معاكم حوارات مهمه مع سفراء المجموعه في القاهره. وبعد ما اجرينا حوار كان سري جدا بالمعلومات والاخبار مع السفير الهندي في الحلقه اللي فاتت، النهارده هيكون معانا السفير الصيني، واللي هنفتح معاه النقاش حوالين اجراءات وخطوات جديده لدعم الاقتصاد المصري. لكن قبل ما نروح للفقرات الحواريه واللي بيشرفنا فيها كمان رئيس غرفه التجاره الكنديه، نستعرض مع حضراتكم بالتحليل مجموعه من الاخبار الاقتصاديه المهمه. واول اخبارنا هو ان الخميس القادم هيحسم البنك المركزي تعديل اسعار الفايده، وده طبعا بيدي حاله من الترقب بالاوساط الاقتصاديه عما سيسفر عنه اجتماع لجنه السياسات النقديه بالبنك. وكان اخر اجتماع للجنه الشهر الماضي وتم تثبيت سعر الفايده للمره الثالثه على التوالي عند 19.25 للايداع و 20.25% للاقراض. السؤال هنا، هل هيواصل البنك تثبيت الفايده ولا هيختار المره دي انه يرفع لمستويات اعلى عشان التضخم والتحديات اللي بيواجهها السوق في الاوقات الحاليه؟ السؤال ده هنعرف اجابته من ضيفتنا على التليفون، الاستاذه سهر الضماطي الخبيره المصرفيه. مساء الخير يا استاذه سهر. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. كان عندنا اهم سؤال، هل البنك المركزي هيرفع سعر الفايده ولا هيثبته؟ ولو هيرفعه او هيثبته، ايه الاسباب اللي ورا القرار اللي هو هياخده؟ عشان اجاوب على حضرتك لازم اقول لك هو بيبص على ايه علشان ياخد هذا القرار. اولا بيبص على الموقف العالمي والحل من الناحيه الاقتصاديه، نمره اتنين بيشوف موقف التضخم داخل مصر قد ايه، نمره ثلاثه التوقعات المستقبليه للتضخم في الفتره المقبله. تمام. طيب لما نيجي نبص على الموقف العالمي دلوقتي بعد توقف قناه السويس، اللي حصل فيه مشكله كبيره جدا في بلاد العالم، لان النهارده سعر الشحن زاد وسعر النفط ابتدى يزيد، وبالتالي ده عامل تضخم في الدول الاوروبيه. اوكي. نمره اثنين نيجي نبص على مصر. في مصر الحقيقه التضخم انخفض من 35.9 الى 34.2، يعني 1.7. تمام. وده في حد ذاته خطوه كويسه. نيجي نبص على التوقعات المستقبليه بقى، هنبص نلاقي احنا داخلين على رمضان يا فندم. تمام. ورمضان انت عارف يعني الاستيراد فيه بيبقى عالي شويه. تمام. وبالتالي بيزود اسعار. فمن هذا المنطلق انا شايفه ان بناء على الارقام اللي هتبقى قصاد المركزي قدامه خطوتين. يا اما يستمر في التثبيت بتاع الفايده للمره الرابعه. تمام. ليه بقى؟ لان برضو خلي بال حضرتك ان تثبيت يعني رفع الفايده له اثار سلبيه، فدي بتتحسب. ولكن يا استاذه تثبيت برضه ليه اثار سلبيه، يعني في ناس بتقول اللي ان التثبيت له اثار سلبيه. طبعا. لا التثبيت، لا ثواني، مش زي رفع الفايده. ليه؟ حضرتك رفع الفايده 1% تمام يزود لك العجز في الموازنه العامه على طول في حدود ال 30 مليار. في حدود ال 30 مليار. اما هو الى جانب كده حضرتك زيادة الفايدة بتعمل لك ايه؟ بزيادة التكلفة التمويلية على كافة المنتجين الموجودين في السوق. تمام. طب النهاردة لما التكلفة عليه، التكلفة المالية متمثلة في القروض اللي بياخدها عشان يدور البيزنس بتاعه. تمام. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيباسي للمستهلك. صح. فبالتالي دي انا بعتبر زيادة الفايدة اثارها السلبية بتبقى عالية، رغم انها في النهاية اسلوب يستخدم لكافحة التضخم. طيب الخيار الثاني بتاعه ايه؟ ان هو نتيجة ان احنا قلنا الخيار الاولاني يثبت، الخيار الثاني نتيجة ان احنا داخلين على رمضان من وجهة نظري، فيبقى احنا بنبص في التوقعات المستقبلية احتمالية الزيادة. تمام. هنا بقى البنك لجنة السياسة النقدية هتاخد القرار، يا اما انا ازود في حدود 0.5% او 1% على اعتبار ما سيكون. انا عندي اضافه بس، يعني سؤال توضيحي، هل الاجتماع البنك الفيدرالي الامريكي اللي هيتم يوم 30 او 31 يناير في شهر يناير الحالي، هل ده النتيجه بتاعته ممكن ياثر في قرار المركزي؟ بص حضرتك، هو طبعا بيتاخد في الاعتبار، لان في النهايه ولو انه دلوقتي مش هتفرق كتير، لان طول ما الفيدرالي بيزود الفايده حضرتك كل الصناديق بتروح تستثمر في امريكا. ولكن
هو الفدرالي المرة اللي فاتت أعلن إنه في احتمال إن هو يا يثبت يا يقلل. هل ده هيحصل؟ ده اللي إحنا لازم نستنى ونشوفه. الأستاذة سهر الضماطي الخبيرة المصرفية، شكرا على التوضيح. وخبرنا التاني النهاردة بيقول إنه رغم التحديات الاقتصادية اللي بتواجه الحكومة، وزارة المالية بتحط خطة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وده هيكون بشكل تدريجي عشان يوصل أقل من 85% مع نهاية يونيو 2028. وزي ما وزارة المالية قالت، في الإجراءات الجديدة دي هتشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية، وده اللي هيضمن المسار النزولي لمعدل الدين. كمان الإجراءات بتشمل إطالة عمر دين أجهزة الموازنة عشان يصل لأربع سنوات في المدى المتوسط بدل من ثلاث سنوات في الوقت الحالي. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن الخطة دي وإيه الأدوات اللي هيتم استخدامها عشان تنفذ، معانا على التليفون الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك كل استخدام. إزاي يا دكتور في ظل الظروف الحالية واللي احنا شايفينها إن نسب الاقتراض الحكومي فيها نسبة عالية جدا، هتقدر وزارة المالية تخفيض نسبة الدين ده وفي وقت قليل، خصوصا إن الوضع الاقتصادي الراهن وضع صعب؟ في البداية أولا ده مرهون بباقي حزمة السياسات الاقتصادية الكلية، مش بس السياسة المالية أو الإجراءات اللي بتقوم بيها وزارة المالية. لأن مثلا في السياسة النقدية ارتفاع سعر الفايدة عشان محاربة التضخم واحد من الحاجات اللي بتمثل زيادة في أعباء المديونية على الحكومة، نظرا لأن احنا عندنا عجز في الموازنة. ما يحدث في السياسة الاقتصادية في سعر الصرف، والحكومة لديها انفاق دولاري كبير مش قليل، قد يؤثر أيضا على هذا. وبالتالي واحد من الإجراءات الهامة جدا اللي مش موجودة عشان تضمن انضباط المالية العامة هي فكرة وضع سقف للدين سنوي اللي أشار إليها تصريح السيد وزير المالية. ده واحد من الإجراءات المهمة. الثانية الإجراءات الخاصة بزيادة الإيرادات الضريبية من خلال معدل نمو الناتج مش من خلال زيادة شرايح الضرائب. الأمر الثالث هو ترشيد الإنفاق العام والحكومي ووضع أولويات للإنفاق الحكومي، وبالتالي خطط ترشيد الإنفاق كفيلة بأنها تقلل عجز الموازنة إنما وتحافظ على ما يسمى بالفائض الأولي اللي هو الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات بدون خدمة الدين. طيب احنا دلوقتي يا دكتور عمرو قاعدين بنتكلم على الدين والسياسات التقشفية وازاي ان احنا نقلل انفاقنا. السؤال هنا اللي عايز اسأله، هل هنقدر ننوع مصادر التمويل بتاعنا على الرغم من ان جي بي مورجان، المؤشر جي بي مورجان مصر ما بقتش موجودة فيه النهاردة، مودز بتنزل التصنيف الائتماني لمصر بالسالب، فالوضع هنا احنا قاعدين بنتكلم على كيفية التعامل مع الدين وكيفية تنفيذ آلية سياسة التقشف، ولكن السؤال اللي أنا هرجع وأسأله حضرتك، إزاي في ظل التخفيض التصنيف الائتماني لمصر هنقدر ننوع مصادر التمويل بتاعتنا؟ عشان كده أنا رجعت لحضرتك في بداية الإجابة على سؤال حضرتك، إن ده رهين بالتنسيق ما بين السياسات الاقتصادية الكلية وبالذات السياسة النقدية. استمرار سعر صرف غير مرن للدولار في مصر تكلفته الاقتصادية مرتفعة جدا 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 جدا، وده هو السبب الرئيسي في خروجنا من المؤشرات الدولية ومن تصنيف الأسواق الخاصة بينا. ده بيزود تكلفة الاقتراض الخارجي علينا، ده بيعمل لنا مشاكل مستمرة في الدين الداخلي. لذلك نحن نحتاج إلى إصلاح سريع جدا 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 في السياسة النقدية بشكل عام، خاصة ما يتعلق باستهداف التضخم، لأن ده أكتر موضوع اقتصادي بالنسبة لكل مواطن. تمام. ومن ضمنه واحد من الإجراءات اللي أنا شايفها مهمة جدا جدا وعاجلة، وهي فكرة مرونة سعر الصرف ليعكس سعر الصرف القيمة العادلة والحقيقية للجنيه قصاد العملات. بدون ده الإجراءات اللي هنتكلم عنها للتقشف و
ولترشيد الانفاق في رايي هتكون فعاليتها منخفضه للغايه. تمام. طيب اخر سؤال عندي ليك يا دكتور عمرو، احنا ليه لغايه دلوقتي مش قادرين نحرر سعر الصرف؟ ليه قاعدين الوقت ده كله قاعدين بنحاول رغم ان كل التقارير الدوليه ورغم ان صندوق النقد ورغم ان كل الناس المستثمرين الاجانب كله بيتكلم انا النهارده هخش استثمر ازاي في دوله ما فيش سعر صرف ليها موحد، وانا النهارده عشان احسب تكلفتي انا النهارده مش عارف سعر الدولار كام؟ المشكلة الرئيسية الاقتصاد ما فيهوش إجابة واحدة فعالة صح وصحيحة في صح كل الأوقات وكل الأزمنة، وهناك وجهة نظر بترى إن تحريك سعر الصرف بيمثل عبء على محدودي الدخل وعبء على الفقراء، فبحجة حماية الاقتصاد القومي من التضخم وبحجة حماية المواطن محدود الدخل وأصحاب الدخل الثابت من زيادات الأسعار بنبقي مع الاسف على طب احنا مثبتين سعر للجنيه. احنا اوريدي يا دكتور عمرو احنا اوريدي مثبتين سعر الصرف وبرضه المواطن اوريدي بيتاذى من في جميع المجالات، يعني انت النهارده قررت ان انت تثبت وحضرتك بتعاني، طيب وحضرتك لا يبقى خلاص حرر بقى يا دكتور. يا دكتور شادي انا بشكر حضرتك لان حضرتك سؤالك بيحط ايدينا على الجرح. هل تثبيت سعر الصرف الفتره اللي فاتت منذ الحرب الروسية الأوكرانية وفي أعقاب السياسة النقدية اللي كانت في كل دول العالم سياسة تيسيرية مع كورونا، هل إحنا لما ثبتنا سعر الصرف نجحنا في السيطرة على التضخم ولا التضخم أسعاره زادت؟ قولا واحدا لا ما سيطرناش على حاجة. هل نجحنا ان احنا نجذب استثمارات من الخارج ولا الاستثمارات خرجت؟ هل نجحنا نزود تحويلات العاملين في الخارج المصدر الاهم للدولار بعد الصادرات ولا التحويلات تراجعت بشده؟ تحويلات المصريين في الخارج تراجعت، بنشوف مستثمرين بيخرجوا دلوقتي من السوق المصري. لا انا اعتقد ان تثبيت سعر بالظبط يا فندم، وبالتالي هي ببساطه وجود سعر صرف مرن بيعمل موجة تضخم واحدة، وده اللي جربناه في 2016 2017 وصلنا لمستوى قياسي في التضخم. تمام. ثم هدأت الموجة ورجعنا الرقم أحادي للتضخم ومعدلات نمو كانت مرتفعة ومعدلات استثمار مرتفعة. دكتور عمرو السليمان وشفنا لغاية 2020 لغاية ما جت الكورونا أداء متميز جدا للاقتصاد المصري. ما يحدث من تثبيت لسعر الصرف بيعمل إيه؟ بيعمل موجات تضخم صح مرتفعة متتالية، الموجة ورا الموجة، وبتيجي على المواطن محدود الدخل وعلى المواطن البسيط. ادي واحد. اثنين، بيخلي الصورة ضبابية ودي ما ينفعش معايا لا استثمار محلي ولا استثمار اجنبي. ثلاثة، بنتراجع في كتير من الحصيلة الدولارية اللي موجودة بسبب ان العرض بينقل وينخفض، الناس بتروح للعمله الاجنبيه كمخزن للقيمه، وبالتالي بيحصل مضاربات شديده جدا وسوق سوداء. ولذلك ارجو الا نعالج العرض، نعالج المرض، والمرض ببساطه هو تثبتنا. احنا بنشكرك جدا يا دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد جامعه حلوان. بعد الفاصل هنلقي الضوء على علاقاتنا الخارجية وأسئلة كتيرة مهمة حوالين إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركائنا الدوليين عشان نقدر نواجه التحديات اللي فرضتها الأزمات العالمية. وهيكون ضيفنا النهاردة الدكتور فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية. أهلا بيكم. نستكمل لقاءاتنا النهاردة اللي بتلقي الضوء فيها على علاقاتنا الخارجية واللي بتجاوب على أسئلة مهمة حوالين إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين عشان نقدر نواجه التحديات اللي فرضتها الأزمات العالمية. ولو بصينا مثلا على كندا كدولة اقتصادية مزدهرة هنلاقي أن علاقتنا بها بدأت تاخد مسار جديد من حيث الاهتمام بالاستثمار خاصة في مجال التنقيب عن الذهب. شركات كندية كتيرة حصلت مؤخرا على رخص للتنقيب في الصحراء الشرقية، كمان تجارتنا المشتركة معها زادت لأكثر من 1.4 مليار دولار عشان تبقى مصر الشريك التجاري الأول لكندا في أفريقيا. ملفات كتيرة ومهمة هنناقشها مع ضيفنا النهاردة الدكتور فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية بالقاهرة. أهلا وسهلا بيك يا دكتور.
اهلا بيكم، واحب اولا بس بمناسبه هذا اليوم الجميل اللي هو يوم 25 يناير ان اهني الشعب المصري والشرطه المصريه بعيد الشرطه المجيد. شكرا يا دكتور فايز. هنروح للتقرير ونرجع لحضرتك تاني. دكتور فايز، علاقتنا مع كندا بقى لها 70 سنه. ليه في اهتمام من الشركات الكندية للاستثمار في السوق المصري خصوصا في الوقت الحالي؟ هو اهم حاجة عايز اذكرها ان هو البيئة الاستثمارية اللي في مصر دلوقتي والقوانين التشريعية اللي حدثت في خلال الاعوام الماضية دي شجعت المستثمرين الكنديين ان هم يخشوا قطاع مهم جدا، هو قطاع استغلال المناجم والبحث عن الذهب. ده من الحاجات المطلوبة جدا في مصر. ده عايز اديك مثل ان القوانين التشريعية اللي حدثت مؤخرا هي اللي شجعت الاقتصاد ان هو يجيب مستثمرين كنديين يستثمروا هنا، لان قبل كده كان القوانين التشريعية اللي موجودة بهذا الخصوص لا تشجع اطلاقا على حضور اي اجنبي. الشركات الكندية اللي عايز اقولها هي مهتمة ليه؟ لان في عندك حضرتك 60% من شركات التعدين في العالم كله موجودة في كندا. كندا تتميز في مجال التعدين وخصوصا استخراج الذهب وتنقيته واعتماده ووضعه في السوق العالمي، وبورصة المعادن موجودة في تورونتو في كندا. كل هذه الاسباب بتشجع المستثمر الكندي يجي، وبتشجع المستثمر المصري انه يعمل شراكة مع الشركات الكندية او اللي هم مهتمين بالنو هاو الجديدة بكيفية الاستخراج وكده. لكن لما حضرتك بنتكلم على كاستثمار، هم مركزين على التنقيب على الذهب. حضرتك بتقول لنا التشريعات بقت احسن والبوليسي بقت يعني افضل وكده، لكن هل هو هنفضل على التنقيب على الذهب ولا في استثمارات اخرى في مجالات اخرى نقدر نتوسع فيها العلاقات ما بين مصر وما بين كندا؟ لا لا، ده في مجالات كتيره، ده انا ممكن اقعد مع حضرتك يوم بحاله نتكلم. يعني عند حضرتك في مجال التنقيب عن الذهب، في مجال اخر اللي هو الطاقه والطاقه البديله والبترول، في شركات بتشتغل في هذا الموضوع، في اسمده وصناعه الاسمده، ودي شركه كنديه برضو مشتركه في هذا المجال، فادي قطاع تاني. في قطاع التكنولوجي اللي هو الاتصالات والاهتمام بهذا الموضوع، في عندك التعهيد اللي هو ان الكول سنتر بقى شركات كندية كثيرة، الكول سنتر بتاعها بقى هو اللي في مصر. بقى حضرتك لما تكون في مصر بتتصل بشركة الاتصالات الخاصة بيك او تتصل باي خدمة عملاء اللي بيرد عليك في مصر هنا، وده كان اكتر حاجة سحبت النمبر 1 من هند بقى في مصر هنا، فده حاجة تانية. التعليم عند حضرتك، في عندنا هنا الجامعة الكندية اللي هي تعتبر أول جامعة أجنبية تتعامل بالقانون الجديد اللي هو قانون الجامعات الأجنبية في مصر، ودي فتحت في العاصمة الإدارية، وفي عندنا كذا معهد كنديين هنا، عندنا مدارس كنديين هنا، عندنا مجالات كتيرة غير مجال. لما حضرتك بتتكلم على مجال التكنولوجي، كندا مشهورة في مجال التكنولوجي والارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي، إزاي إحنا كمصر نقدر نستفيد من الخبرة الكندية في هذا المجال؟ ده المجال اللي احنا بنعمله كغرفة التجارة الكندية دلوقتي، ان احنا بنشجع الاستفادة بهذه التكنولوجيا. انا بعتبر الغرفة التجارة الكندية بقول عليها البوابة للحصول على التكنولوجيا الحديثة من كندا، البوابة لخروج صادراتك من مصر الى كندا. هذه البوابة احنا بنسهله، يعني احنا بندي كورسات دلوقتي للمعرفة للتعليم بالتكنولوجيا الحديثة بالذكاء الصناعي. احنا عندنا قطاع تدريبي في غرفة التجارة الكندية بيعمل على انه بيقدم شهادات لقطاع كبير جدا من الطلبة او الخريجين، بحيث ان هو ياخد شهادة معتمدة. عندنا كورسات زي الديجيتال ماركتينج، ودي يعتبر نمبر 1 دلوقتي، لانها بتؤهل الشباب الجديد دلوقتي على التكنولوجيا الحديثة في التسويق. بما ان احنا بنتكلم مع الطلبة، كندا النهارده عملت برنامج سكولرشيب بروجرام او منح للطلاب لاكثر من 900 الف طالب حوالين العالم. احنا كمصر هنحاول نستقطب قد ايه نسبه من 900 الف طالب، خصوصا الجامعات الكنديه من اشهر الجامعات اللي على مستوى العالم؟ البروجرام ده جميل جدا،
وانا بشجع الطلاب المصريين انه يدرسوا لعدة اسباب. اول سبب منهم ان حضرتك لما بتدرس في الجامعة الكندية بتدي لك سنتين بعد الجامعة، بتدي لك حاجة اسمها ورك بيرميت اللي هو تصريح عمل. تمام. ممكن تشتغل القانوني هناك في كندا بعد الجامعة بسنتين، تقعد تقيم وتشتغل قانوني. بعد السنتين بتحصل على إقامة دائمة وبعديها بتحصل على الجنسية. فأنت بتبني مستقبل وليس دراسة بس. في نسب محددة مثلا للشرق الأوسط أو لأفريقيا مثلا احنا هنقدر نقدم عليها، ولا ده لكل العالم؟ لا ده للعالم كله، بس احنا كغرفة تجارة كندية احنا بنساعد الطلاب ان هم يختاروا الجامعة اللي هم عايزينها، وبنسهل لهم الاجراءات، لان المشكلة دايما بتبقى في الاجراءات والحصول على التأشيرة وكده. فاحنا كغرفة تجارة كندية بنساعد الطلاب ان هم يختاروا الجامعة عايزين يقدموا، عايزين يحولوا الابليكيشن اللي هي مصاريف التقديم، كل ده احنا بنساعد فيه الطلاب لان احنا بنهتم فيه. ده انا بقول مستقبل للطالب وليس دراسة. لما بنيجي حضرتك قلت على موضوع التأشيرات، كانت في أزمة في أكتوبر 2023 في بخصوص أزمة التأشيرات اللي حصلت، وطلعت وزارة الخارجية المصرية بيان بالمعاملة بالمثل. إيه شايفين، هل في مفاوضات لحل هذه الأزمة ولا الأزمة دي ما زالت مستمرة؟ أنا أحب أقول لحضرتك إن من يومين فقط جمهورية مصر العربية شالت القيود على الكنديين للحصول على التأشيرات. ده خبر حصري أول مرة أسمعه. بالظبط يا فندم، ده بقالوش أكتر من يومين بالظبط 48 ساعة، إن دلوقتي أي كندي ممكن بيجي يخش هنا المطار وياخد التأشيرة وهو واقف في المطار. كان القرار اللي عملوه في أكتوبر إن هو لازم يحصل على تأشيرة مسبقة يخش، كان دي مشكلة كبيرة جدا حدثت. ليه؟ لأن في مصريين كتيرة في كندا حاصلين على الباسبور الكندي ولكن باسبورهم المصري منتهي، فما يقدرش يسافر غير لما يحصل على تأشيرة. فكانت مشكلة كبيرة جدا للمصريين اللي هم نقول عليهم كنديين او ولادهم كنديين بس معهمش الباسبور المصري، فكان لازم يحصل على تأشيرة عشان يجي. فدي عملت ازمة رهيبة، بس الحمد لله اتحلت في خلال الايام الماضية. واحنا في مع كندا دلوقتي نأمل ان المعاملة بالمثل، ان يبقى في تسهيل برضو في اجراءات التأشيرة الكندية للمصريين، وخصوصا رجال الاعمال اللي احنا بنطمع ان هم يروحوا كندا عشان شغل. بما ان احنا اتكلمنا عن رجال الاعمال، احنا ازاي نقدر نستقطب استثمارات اكتر من كندا، وازاي نقدر نعمل نسوق لنفسينا في السوق الكندي عشان نقدر نجيب مستثمرين في جميع المجالات اللي عندنا فيها نقص؟ انا هدي لحضرتك مثل، عندنا مؤتمر ومعرض اسمه بيداك في مارس القادم ان شاء الله تعالى، وفي معرض تاني بتاع مواد غذائيه في ابريل في مونتريال برضو اللي هو معرض سيال من المعارض الكبيره في المواد الغذائيه. المعرض بيداك ده يعتبر معرض ومؤتمر الاول في العالم كله للتعدين وخصوصا الذهب. فاحنا ان شاء الله كغرفه تجاره كنديه بنعمل بعثه تجاريه فيها المهتمين في صناعه التعدين والمهتمين في الحصول على النو هاو جديده، الحصول على مشاركه من شركات كنديه. او عارف حضرتك البورصه الكنديه دلوقتي طبعا هي بتحط الشركات الكنديه اللي عايزه مساهمين، يعني شركه مصريه هنا عملت استكشاف بس عايزه مستثمرين، عايزه ناس تساعدها في الاستكشاف او في التنقيه او ده كلها بتقوم فيها كندا. وهذا المعرض هو الملتقى لهذا، وده الغرفه اللي بتعمله من اول ما يوصل المطار لغايه ما يرجع المطار، تحضير الاقامه بتاعته، تحضير مواعيده، تحضير مقابلاته مع شركات. وفي نفس الشيء بنعمله مع المواد الغذائيه في معرض ابريل، ان هو برضه بنؤهل الناس انها تساعد انها توصل لقطاع كبير جدا، لان المعرض بيبقى مساحه مقفوله بيقدر يحصل فيها على يتصل بكل الشركات في يوم او يومين، ودي مش بالسهوله ان هو يحصل عليها. فدي بتشجعه انه ياخد التصدير، وتشجعه برضه يعرف ايه الجديد اللي في السوق اللي موجود عشان يفتح سوق جديد لمنتجاته. شايف حضرتك دوله زي كندا ترتيبها على مستوى الاقتصاديات العالم ان هو ترتيبها رقم 10، ودولة قوية جدا وليها تأثير على الاقتصاد العالمي. شايف حضرتك ان حجم التبادل التجاري ما بين مصر وكندا اللي هو وصل لغاية 1.4 مليار، هل الرقم ده مناسب؟
هل احنا نطمح في رقم اكبر من كده، خصوصا ان في تقارير فرديه بتقول ان احنا بنطمح ان احنا نوصل ل 2 مليار دولار، هل شايف الرقم ده مناسب في ظل الظروف الاقتصاديه الراهنه؟ هو حضرتك ذكرت الظروف الراهنه، طبعا الظروف الراهنه يعني لا تشجع على حاجات كتير، يعني حضرتك عندك من اول ما ابتدينا من كورونا وبعدين ابتدت الحرب الروسيه الاوكرانيه اوكرانيا وبعدين دلوقتي عندنا مشكله غزه وبعدين جت مشكله البحر، لا يعني حضرتك احنا بنحاط بمشاكل كثيره هذه الفتره، لكن اللي عايز اقوله ان حصل تقدم في الميزان التجاري حوالي تقريبا 6% بكل عام، وده بعتبره تقدم في ظرف الظروف اللي انت شايفها دي، وبيحصل تقدم 6%، وخلي بال حضرتك ان في جزء كبير منه هو الذهب. احنا ان شاء الله تعالى بعد ما هيحصل استكشافات الذهب بكميات في مصر هيبقى في معمل التنقية والاعتماد، احنا هنجيبه في مصر هنا، هو تكلفته 70 مليون دولار ان شاء الله، واحنا بدينا محادثات فيه كغرفة تجارة كندية مع المعمل في كندا، بس احنا مستنيين لغاية لما يبقى فيه انتاج اقتصادي يوفي لهذا المعمل، وده هيغطي منطقة افريقيا، يعني ما يبقاش مطلوب من الذهب اللي طالع من السودان او من اي بلد افريقيا انه يروح لكندا. حضرتك الذهب بيروح لكندا مش بيتهرب، الذهب لما بيطلع من اي مناجم بيبقى حوالي 70-80% منه شوائب لازم يتنقى ويبقى 99.9 عشان يتحط في السوق العالمي. عشان توصل لهذه النسبة لابد من معامل مخصوصة تكنولوجيا عالية جدا مش متوفرة غير في بلدين ثلاثة في العالم كله منهم كندا، فكندا بتروح الذهب يعتمد هذا ويحصل له الاعتماد اللي هو الختم عشان يبقى 99.9 تقدر تحطه في السوق العالمي. دكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة غرفة التجارة الكندية بالقاهرة، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء المثمر. شكرا جزيلا. زي ما قلنا في بداية الحلقة ان صناع قرار مكمل في ملف انضمام مصر لتجمع البريكس، والفقرة اللي جاية لقاء خاص مع سفير دولة الصين في القاهرة، وقبل الحوار هنروح نشوف تقرير نستعرض فيه اهم المؤشرات الاقتصادية ما بين البلدين. العلاقات المصرية الصينية علاقات تمتد من سنين وسنين، ودايما الصين داعم أساسي للاقتصاد المصري. لو شفنا في محاور كتير هنلاقي أن الصين داعم لمثلا منطقة الاقتصادية في قناة السويس، الصين داعم في مجالات مختلفة زي العاصمة الإدارية والبنية التحتية وطرق ومصانع وكباري، فالصين دايما لاعب أساسي في الاقتصاد المصري. ومهما كانت التحديات اللي احنا بنواجهها، لو بصينا بلغة الأرقام هنلاقي ان الصين استثماراتها زادت 317% على الرغم ان دول تانية مفروض كانت استثماراتها تزيد، لا بالعكس قلت بنسب كبيرة جدا، زي الولايات المتحدة اللي استثماراتها قلت بنسبة 31%. ده هيكون محور لقائنا مع معالي السفير اللي هيجاوب على أسئلة جديدة تخص الاقتصاد المصري، تخص العلاقات المصرية الصينية في مجالات مختلفة. اهلا وسهلا سعادة السفير، واحنا بنشكرك على قبول دعوتنا في برنامج صناع القرار على قناة صدى البلد. معالي السفير، خليني ابتدي مع حضرتك بسؤال مهم جدا، اللي هو ما مدى اهمية زيارة الوزير الخارجية الصيني للرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا في التوقيت اللي احنا بنواجهه ده في الايام الحالية؟ شكرا جزيلا لسؤال سعادتكم الكريم. بالنسبة لسؤالكم الأول بخصوص زيارة معالي السيد وانغ يي إلى مصر، أولا هذه زيارة مهمة جدا، وذلك حدثت في بداية السنة الجديدة، وهنالك أود وأشرحها في ثلاثة مجالات. المجال الأول هو أن
هناك تقليد للدبلوماسية الصينية أن أي وزير خارجية صيني سيزور دولة إفريقية كمحطته الأولى في السنة الجديدة، لأن دول إفريقيا هو صديقة حميمة بالنسبة للصين، وهذا تقليد قد استمر ل 33 سنة. وكذلك قد اختار معالي السيد وانغ مصر كالمحطة الأولى لهذه الزيارة. ثانيا، نقل معالي السيد وانغ إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ بخصوص الفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة رئاسية، وكذلك لتهنئة بالتقدمات التنموية التي تحققت تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي، وذلك في الظروف الصعبة التي تواجهها العالم. ثالثا، قد يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين الصين ومصر. الآن قد دخلنا العقد الثاني لهذه العلاقات، وكان العقد الماضي عقدا ذهبيا ومثمرا، ونعتقد أن العقد المقبل سيكون أفضل وأشرق. وكذلك هناك أربع المجالات للعلاقات بين البلدين. المجال الأول هو تعزيز الثقة السياسية المتبادلة العالية المستوى بين البلدين، وذلك يعني تبادل الدعم فيما بينهما بخصوص المصالح الجوهرية، وكذلك سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الجوهرية. ثانيا، هو تعزيز التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات والمواءمة بين مبادرات الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. وهناك كثير من مشاريع التعاون بين البلدين، مثل مشروع CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدينة العلمين، وكذلك قطار الكهربائي الخفيف. المجال الثالث هو تعزيز التواصل والتبادل الإنساني والثقافي بين البلدين، ولا سيما في مجال تعليم اللغة الصينية وما إلى ذلك. كما تعرف إن الصين ومصر كلاهما من الدول الحضارية العريقة، وهناك تنسيق وتواصل بين البلدين في الشؤون والقضايا الإقليمية والدولية. كما تعرف أن وزير الخارجية للبلدين أصدر بيانا مشتركا بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر حاليا، وهناك موقف متشابه جدا بين البلدين تجاه القضية الفلسطينية. كما وقع وزير الخارجية للبلدين البرنامج التنفيذي الخماسي الثاني لعلاقات شراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، وهذا البرنامج بمثابة خارطة طريق للعلاقات أو كيفية تطويرها في المرحلة المقبلة وفي مجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. حجم التبادل التجاري ما بين مصر والصين وصل ل 17 مليار دولار. الصين كانت في 2017 كان حجم الصادرات بتاعها كان 8 مليار دولار، وصل في 2022 ل 14.4 مليار دولار. الصادرات المصرية للصين كانت عاملة 659 مليون دولار، وصلت لمليار و8. شايف حجم التبادل التجاري ده زاد بزيادة مقبولة في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها، والصين بالنسبة لمصر شريك استراتيجي قوي، لان حضرتك لسه بتقول ان حجم الاستثمارات الصينية زادت من 2014 لغاية 2022 بنسبة تتخطى 317%، في ظل ان في دول اخرى كان شريك او حليف لينا نسب الاستثمار بتاعته قلت بنسب 31-32% زي الولايات المتحدة الامريكية. ما هي اهمية الصين بالنسبة لمصر خصوصا في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها في المنطقة من كل المحاور؟ 首先我想说的话，中国连续11年成为埃及的最大贸易伙伴，应该来说，双方的贸易是。إن الصين هو أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين لمدة 11 سنوات متتالية، وهنالك تكامل عالي والمنفعة متبادلة بين البلدين بخصوص العلاقات التجارية والاقتصادية. ثالثا، كما تفضلت في البداية، وقع وزيرا الخارجية للبلدين البرنامج التنفيذي الخماسي الثاني بخصوص علاقات شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، الأمر الذي بمثابة خارطة طريق للعلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية. وحسب هذا البرنامج التنفيذي سيقوم الجانب الصيني باستيراد المزيد من المنتجات المصرية الزراعية المتميزة، وكذلك
مزيد من المنتجات المصرية المحتاج إليها. ثالثا، هناك الازدياد المستمر للاستثمار الصيني في مصر، ورغم تداعيات الجائحة إن استثمار الصيني في مصر يزداد سنة بعد سنة، وهناك كثير من المشاريع مهمة للتعاون بين البلدين، مثلا المنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تيدا، ومشروع CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشاريع. كذلك موجود في مصر مئات الشركات الصينية التي قد وفرت عددا كبير من فرص العمل للمصريين. وإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق الموائمة بين مبادرة الحزام الطريق الصينية وبين رؤية مصر 2030 المصرية. إضافة إلى ذلك، إن الجانب الصيني يهتم بإعداد وتدريب الموهوبين المصريين في مجالات عدة، مثلا الشركة هواوي الصينية قد دربت أكثر من 5000 المصريين في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات، وهناك تدريب من قبل الجانب الصيني للجانب المصري بخصوص القطار الخفيف الكهربائي بمدينة 10 رمضان. إضافة إلى ذلك، تم تدريب المهندسين المصريين بخصوص الأقمار الاصطناعية لاستشعار عن بعد، وذلك من قبل الجانب الصيني. ونعرف أن المجال الاقتصادي والتجاري مهم جدا بالنسبة للعلاقات الصينية المصرية، ولكن نعتقد يجب أن ننظر إلى هذه العلاقات الثنائية بشكل عام وننظرها من كافة الزاويات. 但是我觉得更重要的是看它这个全局，我们两国的这种互利合作体现了双方战略伙伴关系的高水平，全方位。谢谢。 معالي السفير، في دلوقتي كان في اتفاقية مبادلة الديون، وكان في الاتفاقية كان بتنص على ان في جزء من الديون دي هتروح للمشاريع التنموية. شايف الاتفاقية دي ازاي، وازاي احنا كمصر نقدر نستفيد بيها عشان نشيل شوية او نشيل عبء من التحديات اللي احنا بنواجهها في الوقت الراهن؟ 我想首先想纠正你这个 中国是国际合作署同埃及的这个国合部签署了一个叫债务转发。 وقعت الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ووزارة التعاون الدولي المصرية على مذكرة تفاهم بخصوص القروض مقابل التنمية، وهذه أول وثيقة تعاون بهذا الصدد وقعت الصين مع دولة أجنبية. وهذا هذه وثيقة تعاون تم إبرامها على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، كما أن مصر هي أول دولة إفريقية أصدرت سندات باندا في الصين، وذلك سيساهم في تحقيق مصر للتنمية المستدامة في مواجهة التحديات الخارجية. إضافة إلى ذلك، قد وفرت البنك الصيني للتنمية قروضا بقيمة 7 مليارات RMB العملة الصينية للمصارف البنوك المصرية. العالم كله بيشوف اللي بيحصل في غزة. شايف كان ليك تصريحات كتيرة عن موضوع غزة والأرض مقابل السلام، وأن دولة فلسطينية حرة مستقلة بذاتها. إيه الدور اللي الصين بتلعبه دلوقتي عشان تقدر توقف المجزرة اللي بتحصل في غزة في الوقت الحالي؟ 我想说的是 王毅阁下 خلال زيارة معالي السيد وانغ يي إلى مصر، أصدرت وزارتا الخارجية للبلدين بيانا مشتركا بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر حاليا، وهذا البيان المشترك قد دل على الموقف المشترك بين البلدين، ومفادها أولا هو تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وثانيا هو ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سلس. ونحن نشكر الهلال الأحمر المصري على جهوده ودعمه ومساعدته بهذا الصدد. قد وفرت الجانب الصيني دفعات من المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر المصري لإيصال هذه المساعدات إلى قطاع غزة، كما قد ساهمت الجانب المصري في
وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى غزة وذلك في محل تثمين جانبنا. يرى الجانب الصيني دائما أن المخرج الوحيد للقضية الفلسطينية هو تنفيذ حل الدولتين، والصين باعتبارها عضوا دائما لمجلس أمن الدولي للأمم المتحدة وصديقا عزيزا بالنسبة للدول العربية والإسلامية، نحن دائما نلتزم بموقف عادل ونرفع راية أخلاقية عاليا. إضافة إلى ذلك، خلال زيارة معالي السيد وانغ يي لمصر توصلت الجانبان الصيني والعربي إلى توافقات مهمة حول القضية الفلسطينية، وأصدرت الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا مشتركا بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. ونحن نامل من أصدقائنا المصريين أن تعرف وتفهم الموقف العادل للجانب الصيني في هذا الصدد من خلال هذا البيان المشترك. شكرا جزيلا. شكرا سعادة السفير على المقابلة وعلى اختصاصنا أن تكون المقابلة معانا وحصرية ويكون فيها معلومات جديدة أول مرة نسمعها.